ننتقل لجورج بالحديث عن قلة التخطيط وعن الظروف وقلة الحظ. حاسة زي نشيل أطش أنا. لا أبدا. جورج ربما الحظ قادك أو يعني حسن التخطيط وليس سوء التخطيط قادك لأنك تكون في جمعية اليازة في يعني عمل خيري يعني لأعتقد السرعة سرعة السيارات أو الوقاية من سرعة السيارات والحوادث. هي توعية الشباب من كل شيء يعني نعم. احنا بلشنا بأول حملة كانت توعية الشباب من السرعة نعم. كان في عندي الفيديو كليب تبع أنت الحب اللي عملته بقلبه إنه في حادث وكانت الرسالة دون درينك أند درايف لكل الشباب يعني اللي متهورين بسوقوا وبكونوا كلنا بنعرف أني السلامة في العجلة في العجلة الندمة حبيت فوت باليازة لأنه أنا من الأشخاص اللي كتير كنت بسرع بحياتي ويمكن ما بعرف اذا مبين عندي عامل حوادث يعني بالسيارات فبعد هذا الشيء شفت اصحابي كمان كيف صار عندهم اعاقه دائمه وفي شاب صديق لي كمان توفى بالمانيا فالموضوع بياثر فيه كثير موضوع السرعه هلا اضافه لهذا الموضوع باليازا انا هلا صرت عضو باليازا في موضوع جديد رح نتناوله كمان من المخدرات للشباب وحتى في عده مواضيع لتوعيه الشباب من يعني اليازا هي بتتضمن كثير اشياء ويمكن بيسمعوها أكثر من شاب فنان نعم. بيسمعوها أكثر ما يسمعوها من شخص أو من دولة أو من إلى آخره يعني عرفتي بيتقبلوها أكثر من واحد عنده تجربة صحيح. يمكن بهذا الموضوع وتكون لقاعدة جماهيرية كبيرة وجمهور يحبها أكيد رح يتأثر الحمد لله يعني خفت نسبة الحوادث نعم. كثير واليازا هن جمعية كثير كبيرة اسمحي لي وجه تحية لكل جمعية اليازا لكل حتى جمعيات أكيد للفن رسالة سامية طبعا. رسالة كبيرة لكل الجمعيات في هالمجالات المختلفة ننتقل لصوفيا رحب فيك مجددا صوفيا حبيبتي ثانكس صوفيا مؤخرا يعني سمعنا عن تكريم من جلالة ملك المغرب وهذا تكريم كبير نحيي فيه صوفيا تهنئة ومباركة منا لها نبارك لك أكيد على هالتكريم من ملك المغرب تكلمينا عن هالتكريم وتكلمينا أيضا عن تحضيرات ألبومك الجديد إن شاء الله هو يلي صار إنه بأول سنة 2008 كان صار في مثل استفتاء أحسن شخصية فنية وسياسية وكان ملك المغرب الله ينصره أكيد محمد السادس هو أحسن شخصية سياسية وأنا أحسن شخصية فنية فتم دعوتي يعني كانت دعوة ملكية يعني أكيد كتير خفت وانبسطت ويعني بتصور أكثر مرة صار فيني كل الحالات اللي طبعاً. ممكن أكيد لأنه وانت قدها إنه كانت أكيد مسؤولية كتير كبيرة صحيح ويعني متحمس مسؤولية إنك تقدمين الأفضل عشان كذا بنعرف الأفضل اللي راح تقدمينه إن شاء الله في الألبوم القادم شنو راح يكون بتمنى إنه يكون أدى الألبوم الجاي أكيد راح يكون فيه أغاني مغربية مثل الألبوم الأول نعم مدى تكون يعني أكيد شيء جديد مثل بزاف نعم راح يكون في أغاني مصرية لون الخليجي لأول مرة يعني وأكيد اللبناني ما بستغنى عنه أكيد أكيد وراح تصورين منا فيديو كليب جديد إن شاء الله هلا عم صور الأغنية اللي غنيتها قبل شوي اسألنا نعم عم صورها مع المخرج وسام سمايرا على طريقة فيديو كليب ببيروت راح تكون كيف ما قلت لك مفاجأة جديدة ايه. إن شاء الله تكون على ذوقك وعلى ذوق الجمهور بانتظار المفاجأة صوفيا إن شاء الله ايه. بلغيني فيها أنا أول وحدة راح أفرجيكي إياها أول وحدة طيب قولي لي منو تحبين تسمعين حق العمالقة أو تغنين بالأصح للعمالقة بما أنك تسمعي لهم أكيد هلا انا الكات تبعي شوي سبيشل لانه انا قبل ما فوت على ستار اكاديمي ما كنت بغني عربي يعني كنت بغني اكثر شيء فرنش وانجلش وتصور كل العالم بيعرفوا كثير منيح جوسي مالاد دونك بس مع ستارك تعرفت اكثر على اغاني اكثر شيء اللي انغرمت فيه هن اغاني ست فيروز ومش المعروفين يعني هول الاغاني اللي مثل شنو مثلا؟ مثلا بحب كثير اغنية قمرة يا قمرة لا تطلعي عالشجرة والشجرة عالية انت بعدك صغيرة يا قمرة
والحين خلونا نروح.